خالد بن الوليد في مدينة حمص لأنقل لكم بعض لحظات تلاوة مباركة من أي ذكر الحكيم. مرة أخرى أيها السادة ألتقي بكم وألتقي بهذه الآلاف من القلوب المؤمنة الصادقة التي جاءت خاشعة إلى بيت الله والتي تريد أن تحيي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك ولتستمع إلى ذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري و
ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
العلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما ذلك هو الضلال البعيد يدعو جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يشاء
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن بينهم يوم القيامة إن الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل
إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من
ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم.